يعني سؤال استفساري من باب التدارس، قال: هل إذا ظهرت بعض العلامات على جسم الإنسان من هزال أو نحافة بسبب ابتلاء أصابه يكون ذلك منافيا للصبر؟ يعني تأثر الجسد بالبلاء، فهمني، يكون هذا ليس من الصبر. هذا من أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت. تعرف حضرتك يعني، لا أكيد الأخ يعني أنا فهمت يعني الوجهة التي يمكن أن نوجه كلامه بها، أنه اعتمل في نفسه ما اعتمل من الهم، من الغم، من الاعتراض الداخلي، فأثر في جسده في هذا الباب، فهذا ينافي الصبر، هذا الذي عنده. أقول الأخ جزاه الله خيرا يعني خلط بين الصبر وبين الرضا. الصبر لابد أن يكون متواجد، فلو كان الهزال على ما يفهم وعلى ما فهمته أنا مما يفهم هو في هذا الباب، هذا ما يكون صبر، هذا يكون عدم رضا، فهمني؟ والرضا كمال والصبر وجوب، فهنا لا ينكر عليه ذلك، لأنه المطلوب منه لنجاتي أمام ربي أن يكون إيش؟ صابرا على البلاء، ولا يستلزم الرضا، لا يستلزم الرضا به، مفهوم؟ لكن من الكمال أن يرضى. فلو أخذنا قوله بعين الفقه لكان الاعتذار له بما قلت لك، ونقول خلطت بين الصبر والرضا. حتى لو الهزال الذي أصاب الجسد هذا يكون من عدم الرضا لا من عدم الصبر، وإلا فهو صابر ولم ينطق بكلمة يعترض فيها على قدر الله جل فعلا. جزاك الله خير شيخنا. هو شيخنا استدل ب أبونا يعقوب عليه السلام، ما به؟ لما قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهو يستدل بذلك كيف يعني؟ يعني أنه أصيب بالعمى يعني؟ يعني شيخنا قال هو لما حزن أصابه شيء، معنى ذلك استدل على ذلك بعدم صبره، أخطأ خطأ فحشا. لا شيخنا، استدل على أنه الإنسان قد يصيبه شيء في جسده، ولكن إذا شكى لله وصبر فلا ضير إن أصابه شيء يعني ألم بجسده. خلاص، يبقى هو خالف قول، ناقض قوله الأول. هو عايز يقول إن ده مش صبر. الذي فهمت منك هو يريد أن يقول النحافة والهزال عدم صبر، عايز يقول أنه لا ينافي الصبر إذا أصابه شيء في جسمه من نحافة أو هزال أو شيء من هذا. شيخنا، ما هو لا ينافي الصبر، نعم، لكن ينافي الرضا. نعم شيخنا، فهمتك. فهمت رضي الله عنك.